يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة النفل يوم الجمعة قبل دخول الإمام مباشرة لمن كان جالسا منذ مدة طويلة؟ الصلاة قبل الجمعة مطلقة، يصلي ما تيسر له من الصلوات، أما أنه يرتب دائما قبيل دخول الإمام يقوم يصلي هذا لا أصل له، لكن كونه يصلي متى ما رغب في الصلاة من غير ترتيب ومداومة على وقت معين لا بأس. نعم.